السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في قناتي معاكم ألاء عامر يا رب تكونوا جميعا بخير واخباركم ايه في الساعة والحاجات اللي احنا حاطين بيها دي درجه الحراره منخفضه جدا جدا يعني ربنا يعافينا يا رب آه وطبعا اكيد المناطق كلها معظمها ساعة ومعظم المحافظات كمان آه بس الحمد لله يعني على كل حال آه المهم يعني النهارده انا حبيت اشارك معاكم روتين صباحي باذن الله يعني يعجبكم وتستفادوا منه او تستمتعوا معايا كمان بالوقت فيه وما كنتش تقيل عليكم النهارده انا حبيت ابدا اليوم بمشروب سخن فحبيت اعمل كاكاو هعمله معاكم بطريقه حلوه جدا انا كنت جايبه كاكاو دريم عندي بقاله من مشتريات الشهر اللي فات وما كانش لسه القديم خالص فقلت بقى افتحه وبيجي معاه اتنين باكت كده العرض ده ومعاه كمان علبه اللي انتوا شفتوها دي العلب معظمها المعدن اللي عندي آه باخدها من دريم كده في, آه في نفس العرض ده الكاكاو ده خام انا حطيت منه اربع معالق وحطيت كمان اربع معالق سكر قدهم وحطيت معلقه ونص تقريبا من النشا انا بحب القوام بتاعه يكون يعني ما بين الخفيف والتقيل يكون كده مش زي الميه عايز عايزه اقول لكم ان انا هنا قعدت اعاير الاربع كوبايات من السوائل المفروض كنت احط ميه المفروض كنت احط سوري لبن وعشان انا مركزه في المقدار حطيت ميه جبت الازازه وقعدت احط في ميه المفروض كنت احط لبن اول ما رفعته من على النار عماله اقول هو ماله لونه غامق كده افتكرت ان انا ما لبن خالص ف رحت لحقت نفسي بعد ما كان غلا غالى ما غاليش يعني بدا يسخن رحت احط عليه اللبن البودره كله اللي عندي بصراحه من غيظي بقى ان انا نسيت اصلا احط لبن المهم يبقى كانت اخر دونات عندي فسخنتها كانت تحفه بجد بصراحه حلوه جدا جدا بصراحه وهي طازه احلى بس لما اتسخنت بصراحه كانت جميله جدا جدا وحطيت بقى الحل الوحيد اللي لقيته ان انا احط اسخن لبن على جنب واصب عليه الكاكاو عشان يبقى كاكاو باللبن بدل ما هو كله ميه كده المهم ده كان فطاري البسيط او تكمله للفطار صراحه يعني ما هوش الفطار نفسه وابتديت بقى اشوف الحاجات اللي ورايا اليوم اللي قبله كان عندي طماطم خمسة كيلو من الطماطم اليومين دول الدنيا كانت بتشتي جدا جدا يعني لحد الان اللحظه اللي انا بكلمكم فيها فالخضار حلوه قوي بصراحه بحب الخضار قوي لما الدنيا تشتي عليه كده كل الخضار والفاكهه كمان تلقاها حلوة حتى الفراوله ما بشتريهاش غير لما الدنيا تشتي مش عارفه ليه برضو البلح لما بينزل في الخريف برضو ماما دايما كانت معلمانا ما نشتريش البلح غير لما الدنيا تشتي عليه شتاء الغسيل البلح بيسموه كده كمان فتحسوا الخضار بيبقى حلو قوي وكده ومزهزه اول ما الدنيا تشتي تحسوه يعني بيرعرع كده ويخليكي تشتريه فعلا المهم الطماطم سعرها حلو قوي قوي وبصراحه في الشتاء بتبقى سعرها جميل فانا كل فتره كده معاكم بحب ان انا اجيب طماطم وساعات والله بعملها من غير ما اصور كمان لان بتبقى محتاجه كميات تاوي. طول الوقت فبحس ان من فتره للتانيه لما نعملها مع بعض يمكن حد يتشجع وينزل يجيب طماطم ويبدا يعملها معانا عصير اللي انا هعمله النهارده هو طماطم مركزه عشان بقول لكم دايما عليها بس في ناس دايما برضو تكتب لي في التعليقات هل ده كاتشب ولا طماطم فانا بعمل مراعاه للناس اللي هي برضو بتبقى داخله جديدة على القناه او حتى داخله زائره كده للفيديو للتوضيح يعني دي صلصه طماطم مركزه تستخدم للطبيخ بقى للمحشي لاي حاجه فهي بتبقى جاهزه كده على طول على الاستخدام مش محتاج خالص ان انت تعصري طماطم قبل الطبخ مباشره والكلام ده كله المهم دول الخمسة كيلو طبعا غسلتهم وشلت منهم القمع كلهم وفردتهم كده في اكبر حل عندي طبعا الحلقة الومنيوم للاسف بس انا يعني اختصار للوقت ما عنديش حلقة استنلس غير الضغط وهي بعيد عن ايدي فحبيت اطلع دي وده كيس بنجر آه شايلة شايلاه معاكم من رمضان اللي فات البنجر حلوة قوي قوي مع عصير الطماطم بيديها فايدة غير اللون طبعا فحطيت منه شوية كده انا مقطعة شرايح من غير سلق من غير اي حاجة يعني انا شايلاه في الفريزر بعد التأشير والتقطيع على طول طلعت منه بشوية كده قد بنجرية متوسطة وحطيتهم مع الطماطم سبتهم بقى على النار على مهلهم على ما اعمل حاجه حلوه كده للولاد يرجعوا يلاقوها الشتاء بصراحه محتاج كده حلويات يعني ما حدش يعمل زيي لو انتوا يعني مش معايا في الراي بس انا عارفه ان هي بتطخن والحاجات دي وسعراتها الحراريه عاليه بس الشتاء دايما تحس ان الواحد بيحتاج حلويات اكتر في الصيف يمكن ممكن ما اكونش بعمل حلويات كتير بالشكل ده وبعرف اعوض شويه واعمل حاجات بالشوفان ودقيق الاسمر وبنبقى ماشيين صحي على قد ما نقدر الشتاء يعني بحب اعمل فيه البيتي فور والكحك والبسكوت والحاجات دي جدا جدا اكتر من الصيف آه والعجاين دي بصراحه بتبقى محتاجه جو بارد اكتر فبيساعدني جدا الجو مع كمان الاكله فتحس كده ان هو ده وقته انا هنا عايرت ثلاث كوبايات من الدقيق عشان هعمل سابلي سابلي حلو قوي وعجنته تحفه ومش محتاج مجهود زي البيتي فور وحبيت اعمله بالكوبايات انا بحب اعمل دايما بالميزان بس عشان برضو ممكن ما يكونش ناس كتير عندها ميزان ويبقى الموضوع سهل عليكم هاتوا اي كوبايه عندكم من اي شكل آه وعايروا بيها المقادير كلها انا عايرت هنا كوبايه الا ربع من الزبده هي في حراره المطبخ بس طبعا الجو برضو ساقعه وبقيت الكوبايه كملتها سمنه انتوا ممكن تستخدموا زبده بس بس انا حبيت اخلط ما بين الاتنين بيديها طعمها تحفة وطراوة رهيبة رهيبة بجد جربوا كده تحطوا سمنة على زبدة في المعيار انا هنا استخدمت زي ما قلت لكم ثلاث كوبايات دي عيرتهم لوحدهم شلتهم على جنب ونخلتهم طبعا والزبدة نص كمية الدقيق بالظبط يعني كوباية ونص انا بعد اول كوباية من الزبدة عيرت نص كوباية تانية برضو خلطتها ما بين الزبدة والسمنة والسكر بيكون الربع يعني هتلاقوا كده المقادير ثلاثة اتنين واحد دايما في, في فهي سهلة جدا جدا اسهل من فور بكتير فانا حطيت تلات كوبايات دقيق عيرتهم كوباية ونص من الزبدة وكوباية الا ربع بصراحة من السكر ما مرضيتش احط كوباية كاملة كوباية الا ربع ممتاز قوي وحطيت بس ظرف فانيليا على الخليط ده واحضر ان انا اضربهم مهم جدا جدا ان الزبده تكون في حراره المطبخ عشان برده ما ت... متضايقكيش ما في العجن لو أنتي بتشتغلي بايديكي او بمضرب كهرباء او بعجان حتى الموضوع ده هيفرق جدا كمان في قوام البسكوت او في قوام السابلي السابلي ده عباره عن بسكوت آه بس يعني تحسوه كده غني شويه طعمه حلو آه طري من جوه ما هوش البسكوت المقرمش اللي بيتكسر فهو تحفه بصراحه جربوه كده وحطيت على المقدار بتاع الزبده والسكر والفانيليا لما ضربتهم كويس جدا في العجان حطيت عليهم بيضه واحده بس يدوب بس البيضه اختفت وخلاص الموضوع كده انتهى تقريبا حطيت هنا دقيق إيه اللي هما الثلاث كوبايات اللي احنا عيرناهم في الاول وعليهم رشه ملح بس كده وهبدا اعجن تاني بس طبعا غيرت الكف اللي انا كنت بستخدمه عشان الكف ده بتاع العجن واللي فات ده كان بتاع الخفق بس حسيت تتعجن ما بتطولش خالص على فكره يا دي اختفى من قدامي خلاص وقفت عجن عشان العجينه ما تبقاش قاسيه وبصراحه انا مجربتش جربتش الحاجات النوعيه دي من من الحلويات بدقيق مختلف عن الدقيق الابيض بصراحه يعني انا متاسفه جدا لنفسي ان انا بعمله دقيق ابيض بس هو الاصل بتاعه كده فلو حد جرب يعمل حاجات دي بحلويات او بدقيق اسمر يقول لي او بالشوفان حتى المهم يعني انا شلت العجينه في التلاجة ترتاح شويه على ما نشوف الطماطم الطماطم كانت سلقت حلوه قوي قعدتها تقريبا ثلث ساعه على ما خلصت كل اللي انت شفتوه ده ما طولتهاش خالص البنجر كمان بيكون استوى ونزل اللون بتاعه وكل حاجه وطبعا انا مش حرميه انا هضربه في الخلاط مع الطماطم فهناخد الفايده بتاعته كلها برضو انا سبت بس الحله كده بابها موارب شويه عشان الميه تتبخر منها شويتين كده والطماطم تعيد سلقها تاني وهاخدها هضربها في الخلاط الخلاط بتاعي هضربه آه، على طول سخن فيها لان هو بايركس وبيستحمل الحراره فشوفوا انتوا لو بتضربوها على... يعني بتسيبوها ترتاح شويه عشان الخلاط وكده برده ما فيش مشكله لان احنا كده كده هنرجع نرفعها تاني على النار انا جبت هنا مصفى اصفي الميه اللي بتنزل لان الميه دي كتيره جدا وهتخلي الصلصه تطول قوي قوي على النار على ما تتركز وتتسبك لان انا يعني الطريقه دايما اللي انتوا عارفينها ان احنا بنخلي السوائل بتاعه الطماطم تبقى خفيفه او بمعنى اصح تبقى الصلصه مركزه فالميه دي كلها طبعا هتطول قوي قوي معايا التسبيكه بتاعه الطماطم على النار وفي نفس الوقت انا مش هرمي الميه دي خالص هستخدمها تاني وهتشوفوا لونها كمان حلو قوي بسبب البنجر اللي احنا حطيناه فبرضو مش هرميها ممكن نستغلها في حاجه تانيه نحطها في طبخه نحطها كمان في تشريبه محشي مع شويه مرقه بتبقى حلوه في كل الاحوال يعني المهم ان انا مش هرميها ضربت هنا الطماطم كلها وصفيتها بنفس المنظر اللي انت شفتوه هصفيها تاني برضو بسبب البذر والقشر اللي موجود في الطماطم ودي خطوه اضافيه يعني ما هيش اساسيه بس انا يعني خلاص اتعودت على كده هنا كنت صفيتها كلها رفعتها تاني على النار شايفين بقى هنا اتركزت ازاي لان شلت المية من قبل ضرب الخلاط ودي خطوة مهمة قوي لان برضو في ناس بت... بتقولي ان هي بتبوظ منهم فعايزاكم بس تركزوا في الخطوات ان هي ما تبقاش فيها سوائل تماما عشان ده بيفرق جدا في حفظها انا هنا حطيت عشان هما خمسة كيلو طماطم خمس معالق ملح خمس معالق سكر خمس معالق من الزيت عيرتهم كده مع بعض في طبق ونزلت بيهم مرة واحدة على الصلصة بعد ما اتركزت طبعا محتاجين حله كبيره عشان شايفين طبعا الغليان بتاعها بيبهدل الدنيا ولسه هتتبهدل معايا فبس هي خطوه مهمه يعني لازم نركزها تاني على النار ونسيبها تغلي غلوتين بعد اضافه المواد الحافظه والحاجات اللي احنا حطيناها اللي هي السكر والملح والزيت شايفين البوتاجاز بقى عامل ازاي انا معليه النار على الاخر على فكره عشان بس الموضوع يبقى منجز ما بس عشر دقايق وطفيت عليها ما طولتش عن كده هنا انا كنت محضره برطمانات وازايز بتاعه صلصه حاير فيها على طول الصلصه وهي سخنه مهمه قوي برضو الخطوه دي فانا يعني هتلاقوني بعيد وزيد في الطماطم كتير لان دايما يعني مهما اقول في الخطوات والحاجات اللي بقعد اقولها واعيد وزيد فيها للاسف بلاقي تعليق قوي اتنين الطماطم الاقي البرطمانات كلها كويسه مع اخر برطمان او مثلا ايا كان في برطمان باظ فانا بزعل جدا والله على تعبكم و... فعشان كده بحاول اعيد وازيد في الموضوع عشان برده الموضوع يكون استفاده ما هوش صلصه وبنعملها وخلاص خلصت انا هنا البرطمانات كلها طبعا البرطمانات مهمه قوي برده انها تكون نظيفه والغطيان بتاعتها تكون نظيفه لو الغطيان بتاعتها معدن ما تكونش مصديه كل ده بيأثر على عمر الطماطم فهي سخنه كده واحنا لسه غارفينها بتنضفي البرطمان من بره كويس وبتقفليه كويس جدا برضو وبتقلبيه على وشه بالشكل ده كده اول ما يبرد رجعيه تاني تمام البرطمان اللي يتفتح يدخل التلاجة غير كده كلهم بره التلاجة اللي يتفتح بس هو اللي يدخل التلاجة ودي كانت اكياس الطماطم اللي احنا شلنا الميه بتاعتها هنشيلها برضو في الفريزر هي الوحيده اللي هنشيلها في الفريزر الاكياس عشان نستخدمها في اي حاجه تانية تعالوا هنا نرجع للعجينه بتاعه السابلي انا سبتها ساعه تقريبا على ما خلصت الطماطم والمواعين والحاجات اللي طلعت منها دي بس عايزه اقول يعني ان هي يعني الجو بره تلاجة ما <applause> بالكم جوه التلاجة بقى كان حاجه كده صعبه قوي العجينه طالعه محجره جدا هي المفروض بس ترتاح بحاجه بسيطه ربع ساعه ولا 10 دقائق مش اكتر بس طبعا عشان انا كان ورايا حاجات تانية طولتها شويه في التلاجة المهم يعني ان انا تعاركت معاها عركه جامده عشان تتفرد بالشكل ده وتبقى <applause> بالنسبه لكم كده الخطوه دي تغاضينا عنها يعني وجبت هنا قطعات عاديه جدا كانت عندي تقريبا بقي عندي من ساعه ما تزوجت يعني حطاهم في علبه كده عشان يضيعوش اي قطعات عندك سواء البلاستيك المعدن الحاجات دي كلها بتبقي حلوه جدا يعني تقدري تستخدميها في تقطيع البسكوتات المهم ان العجينة ما تفرديهاش فردة رفيعة انا فردها حاجة كده بسيطة ما هيش رفيعة قوي ولا تخينة قوي حاجة وسط ما بين الاتنين وهشوف حواليكم في الاخر آه سمك البسكوتة هتبقى عاملة ازاي عشان برضو احنا السابلي ده بنلزقهم في بعض زي البتيفور كده بالظبط فما يبقاش السمك بتاعه عالي قوي وتحس انك بتاكل حاجة كبيرة جدا هنا انا بعد ما قطعتهم بالشكل ده بقطع آه شكل يعني كل شكل عدد زوجي عشان برضو لو انت هتلزقي ما تلاقيش نفسك اتلخبطي في الاخر وفي شكل ملهوش اخوه ف يعني وانت شغاله كده اعملي كل حاجه زوجيه حتى لو هتغيري في الاحجام وكده برضو كله زوجي المهم يعني قطعت منها قلوب وحاجات كده كتيره وتفننت يعني في الاحجام برضو عشان تبقى اشكالها حلوه اللي ودي كانت اخر قطعه معايا في العجين طبعا العجين عايزه اقول لكم الاول ما بتخلصي وتلمي اللي اتقطع منك بترجعي تفرديه تاني وتعمليه بنفس الاشكال وكل حاجه المهم بس ان انتي تحافظي على حراره العجينه العجينه كل ما تسيح معاكي حاولي تدخليها الفرن أه سوري حاولي تدخليها الثلاجه تقعد معاكي مثلا دقيقتين ولا حاجه وارجعي اشتغلي فيها تاني الفرن برضو لازم يكون شغال من اول ما بتديتي تشكلي الفرن مهم أوي أوي يكون سخن جدا عشان السابلي ما بيطولش خالص في الفرن فما في فرن بارد ويبدا يسخن هو كمان مع السابلي كده الزبده هتنفصل من الدقيق وهتلاقيه كده بقى شكله مش طبيعي خالص فالاحسن سخني الفرن من اولها السابلي اول ما يدخل يدخل في تسويه على طول مش لسه هيسخن فهمتوا ازاي بس كده ف... الحراره بتاعه الفرن بتكون هاديه هاديه جدا على قد ما تقدروا وعلى قد ما تقدروا كمان تبعدوه عن الحراره اللي تحت يعني احنا بنفتح الفرن من تحت بس حاولوا تبعدوا الصاج عن الحراره على قد ما تقدروا انا ساعات برفعه لفوق خالص اعلى رف فوق النار عشان ما يبقاش كده الحراره مباشره وعشان البسكوته من جوه تستوي ما تلاقوهاش خدت لون من, من تحت وهي من جوه لسه عجين انا مش مش دهنة الصينية بتاعتي اي حاجة على فكرة العجين ده ما شاء الله مليان زبدة ودهون فهتلاقوه مش بيلزق ابدا يا بس دخلته الفرن عشر دقايق بالظبط بالظبط يعني وكمان واخد اللون الزيادة ده من الجوانب بس من تحت لونه حلو جدا عايزة اقول لكم يعني لونه جميل جدا جدا مش واخد اللون زيادة من تحت ولا حاجة وزي ما قلت لكم هي عشر دقايق بس وابتديت بصوا بشيله من على بسهوله جدا جدا انا دهناه ولا عملت فيه حاجه بس كده هبدا بقى احط كل الاشكال مع بعضها عشان ابدا الزقهم بمربى او بصوص شوكولاته او اي حاجه عندك انا كل ده كان عندي في التلاجة على فكره يعني الحاجات اللي انا ما جبتش اي حاجه خالص للسابلي ده حتى المربى دي كانت عندي في التلاجة نفسي استخدمها في اي حاجه محدش راضي ياكلها هيرو اللي هي بالتوت احنا مالناش في المربات قوي اخدت منها بس معلقتين هدخلهم المايكرويف 30 ثانيه عشان يبقوا سايلين اكتر واعرف ادهن بيهم شايفين بقوا مطريين قوي انا عملت السابليك الكبير ده زي بتاع الحلوانيه بيعملوا منه احجام كبيره كده حتى الفرن بيبيع منه سابليك كبير قوي بيبقى مغطاسه كله شوكولاته فعملت منه بس قطعتين وعايزه اقول لكم ان انا الكميه دي شلت منها آه في الاخر شويه مش مش ما زينتهاش كلها لان مروان عندي ما بيحبش التزيين والشوكولاتات اللي على الوش فشلت له منه بسكوتات ساده والباقي هو اللي زينته زي يعني هتلقوا في الاخر طبق التزيين صغير قوي لان البسكوت بيتلزق فهتنقل بناخد اتنين في كل قطعه فالكميه ما حتش هتبقى كبيره قوي ولكن بصراحه حلو لو عملتي طبق كده يقعد معاكي يوم ولا يوم ونص حتى كويس انا هنا خلاص كده تقريبا خلصت يعني والباقي كله هشيله لمروان عشان هو بيحب البسكوت الساده وهنبدا بقى نزينه الشوكولاته اللي كانت عندي زينت بيها اه اللي اتبقت معايا من اه من الدونات اللي احنا عملناه اخر فيديو فالطبق بتاع الشوكولاتة كان لسه فيه فمش عارفة اوديه فين فعشان كده فكرت اعمل حلويات بالشوكولاتة النهاردة استغل الشوكولاتة اللي كانت في الطبق مطرح الدونات سخنتها تاني في المايكرويف وابتديت بقى ان انا احط وش السابلي كده فيها وهي هتمسك على طول على فكرة ما اضطريتش ادخله التلاجة ولا اي حاجة خالص لان الجو كان يعني انتوا عارفين بارد قوي فهي مسكت على نفسها كده من غير اي تلاجة وفي الاخر هبقى ازين الوش باي حاجة عندك برضو يمكن الحاجة الوحيدة اللي أنا اشتريتها النهاردة هي شوكولاتة البيضاء أيوه هي شوكولاتة البيضاء بس عشان أديها تاتش كده بسيط يبقى في كسر الألوان وبس أي حاجة تانية والله كانت عندي في البيت عايزاكم تعذروني يمكن الناس بتحس بتغيير في صوتي بس عايزة لكم إن أنا تقريبا يوميا بصحى من النوم في احتقان كده في الزور فمش عارفة ده بسبب الجو ولا إيه أحيانا بيختفي لوحده مجرد ما بصحى وأحيانا بيطول معايا بقى لازم اشرب حاجات دافية وكده فالجو فعلا صعب قوي قوي الحمد لله طبعا ومتقلب جدا وقت تلاقيه شمس ووقت تلاقيه شتاء يعني كل الفصول تلاقيها مع بعض غير ان احنا سمعنا ان في اوقات ممكن يحصل فيها عاصفة ترابية يعني تحسوا فعلا الجو المناخ نفسه متغير يعني في حاجات كده ما كانتش بتحصل ابدا في الشتاء بس بدات تحصل زي التراب والحاجات الترابيه دي ما كانتش في الشتاء ابدا بس يعني الحمد لله برضو هنا سيحت شوية شوكولاتة بيضة حطيت اخر اربعة فيهم كده لان ماسة هي بتحب الشوكولاتة البيضة قوي وحبيت بقى برضو الباقي ازين بيه بالشكل ده كده بيبقى شكله حلو قوي وطبعا في العيد احنا بنعمل يعني ما شاء الله كميات كبيرة من الحاجات دي بس زي ما قلت في الشتاء بصراحة الحاجات دي بتبقى طعمها احلى العجينة كمان هتحسوا نتيجتها احلى كتير وطعمها وكل حاجة حطيت هنا سبرينكلز كده زي الشوكولاته الغامقه وزي ما عملنا في الدونات برضو فهي كل الحاجات استغلتها كلها كده ورا بعضها حطيت هنا شكوبون عشان يلون شويه معايا البيتي فور يعني ما كانش عندي مكسرات صحيحه فحطيت بقى الحاجات دي كلها بس هو ده الطبق اللي طلع معايا من التزيين على فكره والباقي كان ساده زي ما قلت لكم سيبته كده على جنب من غير اي زواق بس شكله تحفه وعايزه اقول لكم والله حجمها حلوه قوي ولو حبيتي تصغري القطع عن كده او تكبريها برضو براحتك عايزه افتحها بس من جوه واريها لكم طعمها كان ما شاء الله تحفه جدا بصوا من جوه عامله ازاي يعني مش هتلاقوها معجنه ولا مقرمشه لا هي مش مقرمشه خالص هي يعني تحسوها كده اقرب لطعم بسكوت الزبده فهتلاقوها ناعمه قوي بتدوب كده وجميله ومختلفه كمان عن البيتي فور عشان برده تبقوا فاهمين ما هوش زي البيتي فور قوي ده كده من جوه عشان جوه مربى التوت تحفه بصوا بقى البوتاجاز <applause> كنت مأجلاه لحد ما اخلص السابلي آه الصلصه طبعا بهدلته تماما والفرن لما اشتغل برضو بينشف السطح بتاع البوتاجاز فما كنتش عايزه الصلصه تثبت عليه اكتر من كده ابتديت بقى اشيل الحوامل بتاعته واحط البخاخ ده فيه ميه بكلوركس منظف عام مش الكلور... مش الكلور الابيض لا ده منظف اسمه كلوركس مخففاه بشويه ميه وابتديت اشيل العيون كمان لان كانت عايزه تنضف بصراحه يعني والعين دي بقى برضو بتبقى محتاجه نظافه شويه كبيره دي وبس كده هبدا انضفه أن بالسلكه انا بصراحه بحب قوي اعمل وش البوتاجاز بالسلكه لبست الجلافز بس عشان ايدي وابتديت انضفه كويس جدا يعني هي من الحاجات اللي انا مش بعملها يوميا على فكره البوتاجاز بس لما بيتوسخ قوي لازم تنظيفه عميقه غير كده انا بمسحه من على الوش لو مش متوسخ تماما يعني بمسحه من على الوش بفوطه او بمناديل مطبخ او بوايبس لو الحاجه اللي عليه بسيطه يعني عايزاكم برضو تعذروني لو انا مقصرة معاكم في الرد على التعليقات والله بيبقى فعلا غصب عني جدا جدا اوقات كتير اصلا يعني بعد ما بنزل الفيديو مش بعرف اتابع الفيديو قوي واحيانا كمان مش بفتح اليوتيوب يعني نادرا جدا لما بفتحه واعرف ارد وانتوا عارفين اصلا الجو عامل ازاي غير المذاكره والدروس والدراسه الحاجات دي كلها بصراحه موقفه يعني ايه الحالي معاكم شويه بس اعذروني انا عارفه ان انتوا يعني ذوقيا واخلاقيا هترعوني وان شاء الله باذن الله ان شاء الله على قد ما اقدر هحاول ارد على التعليقات واحاول اقراها وانا يعني ممتنه من قلبي والله العظيم لكل حد بياخد من وقته وبيكتب لي كلمه حلوه ربنا يجازيكم خير بس انا اللي طالباه منكم ان إنتو تدعوا لبعض بظهر الغيب لو حد محتاج فعلا دعاء او نصيحه او اي حاجه انا عارفه ان انتم ما بتتاخروش بتردوا لبعض وبتفيدوا بعض والله فعلا بتبسط قوي لما الاقي حد بيرد على حد في التعليقات وبيدي له اي نصيحه او معلومه او بيسال حتى سؤال ليا حد تاني بيخش يرد له فربنا يبارك فيكم جميعا والله وانا عن نفسي بدعي لكم والله العظيم كتير جدا جدا يعني من غير ما اقول والله بدعي لكم قوي عايزاكم انتوا كمان تدعوا وتدعوا لنفسكم وتدعوا لبعض بظهر الغيب ربنا يتقبل منا جميعا انا النهارده الغدا كان يعني متاخر قوي بس عشان هو سهل وسريع ما حبيتش يعني ان انا ابدا فيه من بدري فالغدا كان عباره عن شوربه عدس اكيد لما شفتوا الحاجات دي قلت ان هي شوربه عدس انا هنا بستخدم كوسه على فكره مع الشوربه بحبها قوي هي والجزر والبطاطس والبصل وطبعا بحط توم في الاخر اللي بيستخدم بقى اي نوع خضار تاني يقول لي. يعني انا بستخدم الاربعه دول بس مع الثوم والعدس الاصفر طبعا غير كده يعني لو في حد بيحط حاجه تانية انا ما جربتش بس انا احط فلفل هي كل الحاجات دي على فكره يعني هتدينا فايده عاليه قوي بس يعني هي دول بس اللي انا بستخدمهم والخطوه اللي انا بحب اعملها جدا ان انا اشوح الخضار مع البصل والثوم بيدوهم طعم جميل قوي 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 وبعد كده برضو بنزل بالعدس يتشوح هو كمان يعني الطعم هنا بيديني طعم حلو بالذات ان انا كمان محمره في سمنه في سمنه بلدي وطعمها جميل فالشوربه بصراحه بتبقى حلوه قوي كمان في الشتاء انا سبحان الله يعني مش مجرد انها اكله شتويه بنلجا لها في الشتاء وخلاص يعني انا اول ما الدنيا تشتي فعلا فعلا بحس ان انا انا عايزه اشرب شوربه عدس دلوقت يعني هي بقت حاجه كده تحسوها عاده او مش عارفه اقول لكم ايه حتى الجسم اتعود عليها فانا هنا حطيت ملح وكمون فقط ما حطيتش اي بهارات تانية وخلاص كده الخضار اتشوح كويس نزلت بقى بالعدس انا استخدمت كوبايه كوبايه ونص تقريبا بس من العدس والحلة دي بتبقى مناسبة جدا لعددنا وفي نفس الوقت ما بيفوتش منها كتير عشان ما بحبش الاكل يفيد بصراحة الولاد عندي مش بيقبلوا عليه لما يفيد اكتر من يوم فهي الحلة على قد اليوم وخلاص لو فاض منها بيفيد منها طبق واحد بس ممكن انا اتعشى بيه عادي جدا يعني ما بشتكيش من شوربه العدس دي الحمد لله يعني نعمه من ربنا هسيبهم بقى يتسلقوا كويس ما بياخدوش غير ربع ساعه ولا حاجه يعني هي اسهل اكله فعلا هاخدها زي ما هي برضو في الخلاط هضربها كويس قوي وعايز اقول لكم يعني هي ما بعملش جنبها حاجه فعلا هي وجبه مشبعه بنحط جنبها عيش ناشف ممكن نحط جنبها شويه بصل اخضر او اي حاجه او مخلل حتى بس هي مش بتبقى محتاجه ابدا هقول كمان انا بعمل فيها ايه عشان اخلي طعمها بالنسبه لي يبقى حلو وتبقى حرشه كده لان انا بحب الاكل لما يكون في حاجه تفتح النفس فانا ضربت الخلاط ضربتهم كلهم في الخلاط بالشكل ده وطبعا مش بصفيها ولا اي حاجه هي بتضرب كويس كلها بتنعم وبعد كده بغرفها وخلاص يعني هي كده خلصت بعد ما اكون ضربتها كلها برجعها لحله تاني لو هي بردت مني شويه ممكن اسخنها لكن هي ما شاء الله يعني زي ما هي سخنه وبعد كده بصبها بقى عادي خالص احنا بنحب القوام بتاعها تقيل شويه كده وزي ما قلت لكم فاض منها كوبايه برده صغيره دي بسيبها بقى للعشاء او لو حد حب يكمل تاني وده شويه كرات ما كانش عندي بصل اخضر بس طلعت الكرات ده غسلته كويس جدا ونشفته وقدمته كده الحاجه اللي انا بحب احطها لنفسي بقى هي مكعب كده من هريسه الشطه بيخليها طعمها تحفة يعني تفتح النفس بجد بس هو ده كان الغدا بتاعنا وقدمت يا جنبها عيش ناشف والحمد لله يعني يا رب يكون الفيديو بتاعي النهاردة كان خفيف عليكم وما تنسونيش من صالح دعائكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني اشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد مع الف سلامة حبايب قلبي